لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. حطت القافلة الوطنية لكرة القدم النسوية رحالها بالمحطة رقم 23 بمدينة الناظور، حيث استفادت ما يفوق 190 فتاة من الأنشطة الرياضية المنظمة بملعب الشبيبة التابع لمديرية الناظور. نجحت الفتيات من تحقيق مجموعة من النتائج ننتظرها إن شاء الله في كرة القدم. لدينا فتيات في يعني المعسكرات تدريب الفريق الوطني، نرجو التوفيق إن شاء الله المحطات المقبلة. وحنا كنا فرحانين وجد سعادة أن شفنا هذه البنيتات هذا النهار بهذا العدد هذا، ونتمنى إن شاء الله تل المحطة ديال الحسيمة تكون لنفس الإقبال اللي شفنا هذا النهار في الناظور. استفادت المشاركات من 10 ورشات توزعت بين ما هو تقني وترفيه رياضي، إلى جانب ورشات أخرى تهم الجانب المتعلق بشخصية اللاعبة ودورها في تعزيز روح الفريق. بداية شكرا على هذه الالتفاتة اللي درتوا معايا اليوم، وأنا فرحانة بزاف من هذه الحافلة اللي جات عندنا الإقليم الناظور باش تطور كرة القدم النسوية وتعطي واحد التأثير إيجابي للإقليم، ونتمنى هذه ما تكونش آخر مرة. جات زوين بزاف واستفدت بزاف تاع الحوايج، التعاون والجرا، وكنستفد بزاف وكنتمنى نجيو هنا واحد المره اخرى ان شاء الله. كان بزاف البنات هنايا كيديروا كره القدم، وكاع البنات عندهم هويه كره القدم، وكنتمنى كاع البنات يكون عندها شي هويه، ماشي ضروري كره القدم، ولكن كره القدم هنا في المنطقه تاعنا كتكون يعني البنات بزاف كيعجبهم كره القدم، وبزاف البنات عندهم مهنه القدم. شي ممتع زوين بزاف، وشكرا لهاد القافله بزاف حيت نظمات هذا الشيء، كيزيدوا يحمسوا الدراري ويعطيهم بزاف ديال المجهود زعما باش يعرفوا، حيت الكره ما تزادتش غير الدراري زعما باش يلعبوها، تزادت حتى البنات باش يلعبوها. وسط اجواء الفرحه والاحتفاليه ودعت المشاركات بمدينه الناظور القافله الوطنيه لكره القدم النسويه التي ستشد الرحاله في المحطه القادمه لمدينه الحسيمه.